من خلال الثورة السورية التي حصلت بعام 2011 واللي انطلقت شرارتها خاصة بكافة ربيع الشعوب الربيع العربي، وكان كمان في سوريا الشعب كان حاب التغيير اللي يحصل في سوريا ضد الاضطهاد والظلم والعنصرية وضد حتى المكونات والشعوب التي لا تقدر تمارس حريتها بالشكل المطلوب. فمن بعد 2011 وانحياز الثورة عن مسارها من خلال التدخلات الخارجية، كأكبر مثال هي دولة تركيا السبب الكبير بانحياز الثورة عن مسارها من خلال تطبيع ومحاولة سيطرة على هذه الثورة لغايات ومصالح الدولة التركية كسياسية أو اقتصادية أو حتى عسكرية. فكانت الدولة التركية تحاول من خلال أجنداتها والفصائل التابعة لها تطبيع سياستها داخل الأراضي السورية وخاصة بشمال شرق سوريا، إرجاع الدولة العثمانية اللي هي تحلم بها يعني. فعلى الأساس هذا من بعد حتى انحيازها من خلال أجنداتها شفنا بعام 2018 حتى عام 2017 بلش التدخل مباشر يعني لتطبيع وتطبيق هذه السياسة ضد شعوب سوريا وشعوب شمال شرق سوريا تحديدا، هي تدخلت المباشرة من خلال زرع أجندات داخلها خاصة من الفئة الشبيبة يعني لتطبيع ونشر الفوضى والبلبلة والفتنة بين الشعوب، من خلال تجنيد شخصيات الفئة الشابة، من خلال السيطرة على عقولهم عن طريق الحرب الخاصة، من خلال السيطرة على عقولهم بالاتجار بالمخدرات والفحوش. هذا الشيء سببه كمان قلة الوعي بين فئة الشبيبة. فلذلك حتى على مر العصور نشوف نحن أغلب الدول والحروب اللي حصلت بين الدول هي الحرب الخاصة راح تطغى وتجنيد عملاء ونشر الفوضى ونشر الفحوش والمخدرات هي من أساليب الاحتلال. فدولة الاحتلال التركية بعد عام 2018 فحاولت أنه تزيد من وتيرة هاي الأمور والسيطرة على الفئة الشبيبة بأكثر وأكثر من خلال الأساليب الحرب الخاصة، من خلال التجار بالمخدرات والمال وإلى ما هنالك. فدور يتطلب علينا كهيئة الشباب والرياضة والحركات الشبابية كافة والأحزاب الشبابية اللي تهتم بتنظيم شبيبة شمال شرق سوريا وسوريا عامة كان لها دور كبير، ولكن يجب منا نحن كمان نزيد من وتيرة نشر الوعي بين الفئة الشبيبة وتنظيمهم أكثر حتى يكون لهم صد ورادع، لأنه كنا نعرف الفئة الشابة هي التي راح تقوم بوجه الاحتلال، الفئة الشابة هي العمود الفقري لإنشاء أي مشروع ديمقراطي يصون حرية الشعوب، الفئة الشابة هي راح تكون القوة الديناميكية لتحرير الوطن من الاحتلال التركي وأي احتلال ثاني إذا يكون يهدد أمننا وسلامة مناطقنا. لأنه يكون زيادة نشر الوعي والتنظيم بين الشبيبة لصد سياسات الحرب الخاصة التي تمارس على شبيبة شمال شرق سوريا. لذلك حتى بعض حركات الشبابية ونحن نأيد ونساند هاي الإطلاق حملة واسعة، هي حتما سننتصر، نحن نساعد هاي راح نكون كمان من المنضمين بهاي الحملة ونكون نساعد بشكل أكبر لتحقيق فعلا حتما سننتصر يعني تكون متطبقة على أرض الواقع يعني حتما سننتصر، ستكون حملة قوية ضد الأساليب الحرب الخاصة التي تمارس على شبابنا في شمال شرق سوريا، حتما سننتصر ستكون الحملة ضد الأجندات الخارجية التي تزرع الفتنة والبلبلة والتخريب في مناطق شمال شرق سوريا. كمان نداء إلى شبيبتنا بهذا الخصوص، هذا شبيبتنا داخل مناطق الاحتلال وشبيبتنا داخل مناطقنا كمان وعموم سوريا كافة، هي عدم الانجرار والانصياغ وراء هذه الأساليب الحرب الخاصة التي تحاك على
الفئة الشبيبة خاصة والمرأة حتى بهذه الناحية. يجب أن يكون الوعي وإدراك وحب الوطن هو الدافع الأكبر لحماية مكتسبات ثورتنا وتطبيع سوريا جديدة تكون تصون حرية الشعوب كاملة وتكون ديمقراطية حتى كافة شبابنا يكون لهم مستقبل وكافة شعوبنا يكون لهم كرامة العيش في هذا الوطن.